زلمة أنت لا بتعاني من الضغوط اللي أنا بعاني منها. نعمل دراما إنه إيه مضغوطين ومنعيش هاي الحالة. أنا ما بدي انضغط مثلاً بالمواصلات، فخليني بلا ما أروح بلا ما أجي بلا ما أعمل أي شيء. بلش بقى الضغوط المادية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بلش بقى أوقات الضغط الصحي. قناعات شخصية بتلعب كتير دور معه، فأوقات بيقول خلص ما عبدي مضغوط وخلص ما عبدي وبعده عني.